السلام عليكم ورحمة الله متابعينا الكرام. طبعاً أنا عم بصور من أحد المشاريع اللي فيها إشكالية في تصميم الدكت وأيضاً تصميم مخارج الهواء. قام فيها أحد طبعاً المقاولين إحنا ما بنعرفه. طبعاً إحنا بعثونا حتى نشيك ونشوف شو المشكلة وكيف نحلها إن شاء الله. طبعاً راح أشغل لكم مكيف سبلت وتشوفوا كيف صوت مكيف السبلت، أيضاً صوته عالي ومرتفع. فالناس اللي بيقول لك أنا ما بدي أسمع صوت للمكيف، هذا الكلام غير منطقي وغير صحيح. أنت بدك تخفف للسرعة بتخفف. أنا راح أشغل وتقارنوا بين مكيف سبلت والفيديوهات اللي راح نزل لكم إن شاء الله. اسمعوا الصوت، طبعا في صوت للمكيف امر طبيعي، كل واحد عنده مكيف سبلت بيسمع له الصوت. بدك تخفف لسرعه الهواء بتخفف. طبعا من هون انا عندي حاليا على الفل، خف الصوت، شايفين؟ هاي على اللوب، شوف الصوت تقريبا صار يعني غير مسموع. طبعا بزيد الصوت. راح نحطه على هاي. هذا صوت مكيف السبلت. طبعا مكيف الدكت المفروض يكون صوته اخف من هذا الصوت اللي هو الهاي، بحيث يكون في صوت عندنا مسموع، موجود صوت، ولكن يعني يكون غير مزعج. يعني الصوت المزعج واضح، والصوت العادي المقبول على السرعه العاليه مقبول. تقدر يعني انت اذا زعجك صوت المكيف على السرعه العاليه تنزل السرعه، ولكن حتى على السرعه العاليه بيكون الصوت مقبول، يعني غير مزعج زياده عن اللزوم، مثل ما سمعنا بمكيفات الدكت اللي مركبينها الجماعة في الفيديوهات السابقة. يعطيكم العافية.